شركة عمرها 27 سنة جاية عندي، والله إني أتشرف أن هذه الشركة اللي كنت أنا أطلب منها قبل جايين ويبغون إعلان. السلام عليكم. السلام عليكم. شكراً. ما شاء الله تبارك. يا أخي بعض الشركات تستانس قبل ما تعلن. أنا طيب جوعانة. كلنا جوعانين. بس بسوي معك تحدي. تكفى. تكفى. جاهز؟ جحفليني أنت. تكفى تحدي. يلا. قبل التحدي يا طلال، أنت متخيل المطعم زي هذا له 27 سنة ما شاء الله تبارك الله، ما استمر 27 سنة إلا لأن جودته قوية خلته يستمر 27 سنة، والشيء القوي ما شاء الله تبارك الله. تدري الآن كم صار لهم من فرع؟ 10 فروع ما شاء الله تبارك الله. فقط خلني أكل هذه، بسم الله، خلني أكثر. دقيقة. فقط تكتب مطاعم الليوان يطلع لك. دقيقة بسم الله. وين جوالي؟ والله الليوان باشا. ما ودي أزود عليكم طلال، صدق جوال، لكن والله العظيم أني سعيد جدا أنه مطعم بالخبرة هذه والعمر هذا يطلب مني إعلان. وش الشيء الجميل اللي يسوون الليوان؟ البروستد أو الدجاج. أنا دقيقة. دقيقة. أنا خبرة. لو تناظرون في بياض، البياض هذا ما تلقاه في أغلب مطاعم الدجاج. ليش؟ الدجاج ما دخل أبدا التجميد ويجيك طازج يوميا. يعني تخيل يا طلال، بس لازم تحدي. لا تحدي بيننا، تحدي. تخيل أنه هذا ما جاء أي تجميد أبدا. حلو. ثم تحطه بالصوص تقول بسم الله. عندهم وجبات كثيرة، لكن الشيء المميز عندهم هو البروست، والشيء الغير طبيعي اللي هو البياض. وأنا متعمد أني أصور بدون فلتر عشان تشوفون البياض. بالله يا طلال، خذ واحدة من البروست وورهم البياض بدون ما تأكل، لأن لازم أسوي التحدي. افتح، شل شل شل، افتح، خلهم يشوفون البياض. افتح من جهتي. يو ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم بياض غير طبيعي. والبهارات اللي عندهم صراحة درس. لا 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 والله صفر. لا عندنا تحدي، انتظر. رجعها لو سمحت، رجعها لو سمحت، رجعها. شاطر العظيم. اني قبل كم يوم طالب، وفي شيء صراحة مرة عجبني غير البروست اللي هو المسحب. انا من محبين المسحب، والله العظيم تدعي لي بإذن الله اذا طلبت. بالله طلال، ولا خلني انا باكلها اوريهم كيف. انا الحين ان شاء الله ابى اوريهم كيف تنقطع بسرعه. طيب الحين بدعي لك انا. طب خلني اكثر لك صوص ولا شوي؟ شوف اليمين اول صوص على اليمين. مع هذا عادي؟ اي عادي. هذا اي عادي، بيروح البطل. بوريهم كيف. قرب. يلا خلاص بسرعه، لا تروح سنابه، بعطيك. بوريهم كيف تنقطع. ما شاء الله تبارك الله. ورني البياض. ما شاء الله تبارك الله. صدق والله مسحب، والله انه ما له حل. بالعافيه. بس خلنا نسوي التحدي. ارحم امك بعدين. والله تحدي حلو. اليوم ما ينفع. والله تحدي اليوم حلو. مو بيوم تحدي. تحدي حلو. هاي سبايسي. ها هذه عجبتني انا. ما شاء الله تبارك الله. الطلب فقط تتصل عليهم، موجودين بشمال الرياض وجنوب وشرق وغرب ووسط الرياض، موجودين في كل تطبيقات التوصيل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحين بنبدأ. ما عليك الحين نبدأ. أي والله ترى تعذيب هذا. جاهز التحدي ولا ما أنت بجاهز؟ الحين تعلمني. جاهز ولا ما أنت بجاهز؟ طيب شف، نخلي هنا ساحة التحدي. حلو. خذ هذه المويه. شف، وانا معي هذه المويه هنا تشقلب العلبه وتوقفها تاكل، ما توقفها ما تاكل. دقيقه مع بعض. 1 2 3 ما توقفها ما تاكل. سلام عليك، لا تاكل. وش بتاخذ؟ مسحب طول ما فيها كلام. دي اخلص ترى جوان. شوف تعذيب. خلاص يلا كده.
بسرعة أوريك الحين. أخلص يلا. ها اللي بعده بالعافية. والله قهرتك. خلنا نتهنى باللي جوزة فست. خلنا نتهنى. تهنى ولا تقهر؟ لا تهنى. دقني الثانية ما تفوز. شوف انك تروح تطبع. بسم الله. دق عليهم دق عليهم. مشكلة انا يا اخي قاعد اصور ترى. بديت انا بديت من دخل. ايوه ايوه. وش اخذ؟ خلني اخذ. وين مسحب الحار؟ هذا هو. طيب ابغى اخذ من الصوص حقك. عطني. لا لا عطني عندك. لا عطني بسرعة. مش اقل واحد بسرعة. انا شوف باخذ شوي. لا لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بعده اللي بعده. اجلس. باخذ صوت. متماسك الجوال يا فا. بس 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 دور دور. انت اخذت منديد. ها اخذت منديد. ترى مو برز هو. دجاج. عليك شغل. عليك. جيب كل الصوصات اللي هناك. كلها. كلها. قرب. ما اقدر اشيلها كلها. قرب. قرب. بالعافية. بالعافية. ترى والله طلع جوان صدق. والله صدق والله جوعان. خلص التحدي. يلا آخر واحدة. شوف اللي يجيبها. خلاص تعادل. ياكل. انت تعادل. انت أول شيء. خلاص تعادل. 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 يلا. بس والله منت منت بسهل. فنان والله. والله ما توقعت. توقعت أنا باكل كلها. الشباب توهم جايين بأكاديمية فارس بلس من رحلة. لكن طلال قدام الشباب كلهم تحدي بيني وبينك والله العظيم تاخذ فوق 500 ريال اذا اذا تشوف في ثلاث كور هناك واحده منهم بس تجيبها بالعارضه والله انت تاخذ فوق 500 ريال. يلا توقعني اجيبها. تعال شجع. تعال تعال شجع. تعال شجع. اسمع واحدة بس تجيبها والله انت تاخذ فوق 500 ريال. توقع يجيبها. اه راحت راحت. اه راحت واحدة. اه راحت. تبغون نعطيه فرصة؟ يلا فرصة فرصة. اسمع اخر واحدة. واخر واخر واخر. ترى طلال ما جابها عشان ما حد شجعه. نبغى تجي. يلا روح. راحت. فرصة ثالثة. ها فرصة. فرصة فرصة فرصة. يلا فرصة. يلا يلا. ها طلال وين التشجيع يا شباب؟ والله تستاهل. وين؟ أنا قايل لك فوق إيش؟ فوق 500. عطني الكرة شوي. عطني كرة شوي. فوق ال 500 ريال. وش فيك؟ تستاهل. مبروك. هذه كرة طلال.